جايب اولادي البنات وجاي نقضي اسبوع حلو في العالمين من جمال العالمين وحلاوه العالمين. نقضي مصيف ونقضي ونحضر حفلات ونتمتع في الاسبوع ده. بصراحه مدينه العالمين مدينه جميله جدا، احنا من كتر جمالها اللي احنا بنشوفه على التلفزيون وعلى قناه الحياه مخصوص، يعني احنا قررنا ان احنا نيجي نستمتع بالاجواء دي. هنا الصبح بننزل البحر وبالليل طبعا بنخرج وبنتفسح، بنروح طبعا ممشى الماسة وبنروح اماكن كتير جميله هنا وبنحضر حفلات. ولا بصراحه المدينه هنا جميله جدا واحنا انبسطنا بالمصيف هنا كمان. انا شايفه الاجواء جميله جدا والجو جميل، الشاطئ نظيف، يعني مستمتعه. المكان هنا جميل جدا طبعا والميه جميله طبعا ومدينه العالمين كلها جميله، بصراحة المكان هنا حلو قوي ومبسوطين جدا طبعا، احنا مفيش اجمل من كده. المكان تحفة على فكرة، هو عجبني ودي تاني مرة اجي ومستمتعين جدا والمكان حلو جدا والشركة بصراحة يعني ما شاء الله، يعني بصراحة حاجة جميلة ودي تاني مرة ليا، فلما المكان عجبني وآمن قوي للأطفال طبعا. كل حاجة هنا جميلة والشاطئ جميل جدا وبنخرج وبنلاقي أماكن للأطفال كتير حلوة وملاهي وبفسحها، أنا جاية أصلا عشان بنتي أفسحها، والحمد لله الناس هنا كويسة وتعاملهم حلو، وبنشكر الشركة المتحدة جدا على إن هي فتحت الشاطئ ده، المية تحفة والشاطئ رائع الصراحة. المكان حلو جدا وقلت ودي تاني مرة أجي فيها، وقلت طلبت من ماما وبابا اللي هم يجيبوني هنا تاني. بصراحة الشاطئ جميل وفي كل حاجة موجودة، حتى المنقذين بنشوفهم على طول، لو شاف حد راح جوه شوية بيكلموا يعني ارجع وكده، وفي لا في امان هنا والحاجة هنا كويسة جدا. مبسوطين جدا عن اي شاطئ تاني يعني بنروحوا فيه، من ساعة ما جينا من الساعة 6 الصبح هم مش عايزين يطلعوا.